أيضا هذا الأسبوع اتضحت بشكل كبير للغاية ضوابط الموقف السوداني بقوة من خلال التصريحات المختلفة، سواء لوزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله أو لوزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس، في ظل خطورة السد الإثيوبي على السودان حال وجود مشكلات فنية تظهر لاحقا وتتمثل فيما يلي: يشترط السودان توقيع اتفاق ملزم قانونيا قبل ملء السد. يؤكد السودان أن حياة الملايين من مواطنيه في خطر حال انهيار سد النهضة. تؤكد الخرطوم أيضا أن المبادرة السودانية هي الإطار الأنسب لحل الخلافات. وأيضا يؤكد السودان على ضرورة العودة إلى مائدة التفاوض حول سد النهضة. في ذات السياق أيضا أرسلت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله إلى مجلس الأمن الدولي خطاب بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة، تشرح فيه موقف بلادها بشأن المفاوضات، وطلب السودان من مجلس الأمن أخذ الأمور التالية في الاعتبار: إثناء جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب بما في ذلك البدء في ملء خزان السد قبل الوصول إلى اتفاق، حث قادة الدول الثلاث إلى إظهار إرادتهم السياسية وإظهار الالتزام بحل القضايا المتبقية، وأيضا دعوة الأطراف إلى تبني المسودة الشاملة التي قدمها السودان كأساس للتوصل إلى اتفاق. هذا ويعقد الاتحاد الإفريقي أيضا اجتماعا عاجلا عبر تقنية الفيديو كونفرنس للنظر في تطورات ومباحثات سد النهضة المتوقفة، ويرأس الاجتماع رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي السيد سيرسير رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، ويشارك في الاجتماع أيضا أعضاء مكتب الاتحاد الحالي وهو كل من مصر ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا، بالإضافة لرئيسي وزراء السودان وإثيوبيا. Thank you.